هذا البرنامج برعاية جريدة العرب، أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977. تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك. متابعي قناة تلفزيون تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم، البرنامج اللي يجيكم الاثنين للجمعة 49 متاع الليل. اليوم نتحدث عن الحزب الجمهوري في الجزء الأول من برنامجنا. الحزب الجمهوري وبعد النتائج المخيبة اللي حققها في الانتخابات عقد دورته العادية 11، ما هي أبرز الاستنتاجات وأبرز المراجعات للحزب وموقف الحزب من المستجدات السياسية في البلاد؟ هذا كل نتحدث فيها الجزء الأول مع الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابسي. عصام مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. مرحبا بك عصام. وأيضا في الجزء الثاني سيكون ضيفنا السيد فتحي بالحاج عن حركة الشعب بعد قرار حركة الشعب عدم المشاركة في الحكومة. في جزءنا الأول كما قلنا نتحدث عن الحزب الجمهوري. سي عصام، يظهر لي عقدت الدورة العادية 11، شنو أبرز الاستنتاجات اللي خرجتوا بها خاصة بعد النتائج اللي تحققت في الانتخابات؟ كما تفضلت، طبيعي بعد النتائج المخيبة للأمال في الانتخابات الأخيرة كان لابد الحزب الجمهوري أن يقيم أوضاعه ويراجع عديد الأداء نتاعه في علاقة بنتائج الانتخابات، في علاقة بالوضع التنظيمي الهيكلي، الخطاب والسياسات والتموقع. اللجنة المركزية كان هذه الدورة نتاعها توجد سلسلة من اللقاءات، من لقاءات المكتب السياسي والمكتب مشاورة الداخلية، يعني داخلية للتقييم، يعني لابد أن نصلح أوضاعنا، يعني احنا لا نحمل الآخرين مسؤولية ما حصلنا عليه من نتائج ضعيفة، وبالتالي قلنا لابد وأن هناك خلل، وقفنا على مكان الخطأ والخلل في الحزب وعملنا خريطة طريق لتدارك هذا وإصلاح أوضاع الحزب بتاعنا. ومن أهم القرارات اللي انتهينا لها هو تقديم موعد المؤتمر السابع، المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. تقريبا قدمناها بعام وتقرر أن ينعقد خلال الجمعة القادم. نعم، ماذا يمكن أن ننتظر من هذا المؤتمر الوطني؟ هل هذا هناك تغيير على مستوى القيادات؟ هل هناك لابد أن تكون هناك تغيير على كل المستويات، على مستوى القيادات لابد أن تكون هناك دماء جديدة في الحزب، لابد أن يكون هناك رافعة إعلامية جديدة للحزب، وأن هناك انتشار، إعادة الانتشار التنظيمي وتوضيح الخط السياسي للحزب وتحالفاته المحتملة. خاصة أنه أنت تعتبر أنه قمتم بأخطاء في التحالفات اللي قمتم بها. طبعا، يعني من أهم الأخطاء اللي وقفنا عليها وبسرعة أنه الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي التقدمي تاريخيا بعد الثورة، قبل الثورة كانت الانتخابات ندخلوا لها كمقاتلين لإثبات زيف الحياة السياسية في بلاد. بعد الثورة عندنا إمكانية للانتخابات الديمقراطية، ودخلنا الأربع مواعيد انتخابية بأربع لافتات سياسية أو تسميات. الانتخابات الأولى دخلناها باسم الديمقراطية التقدمي، الانتخابات الثانية دخلناها بعنوان الحزب الجمهوري، انتخابات البلدية بالاتحاد المدني، والانتخابات الأخيرة بالاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. يعني لهنا المواطن أكل التراكم والبناء والتحالفات هذه اللي بخلاف أنها لم تثبت الصورة والرصيد بتاع الحزب الجمهوري عند الناخب بتاعه، حتى التحالفات هذه في طبيعتها وفي مضمونها كانت خاطئة، كانت اليوم متسرعة ولم تكن مع أطراف اللي حقيقة نلتقي معها ويمكن أن نبني معها تحالفات المواطن يتقبلها. هو فقط باش ما ندخلوش برشا في الماضي لأنه تعدوا التفكير في المستقبل الحزب، لكن فقط لهنا الأخطاء هذه شكون يتحملها اليوم؟ الحزب الجمهوري اللي كما قلت أنت حزب كبير تاريخيا، يعني كان يعني منذ سنوات. أول من يتحمل، أقول لك أول من يتحمله أنا باعتباري الأمين العام للحزب الجمهوري والقيادة التنفيذية للحزب اللي هي على رأس الحزب وهي التي عندها الباع الأكبر والتأثير الأكبر في رسم السياسات والمواقف. طبعا احنا حزب ديمقراطي، قراراته بعد الحوار وبالتصويت كل القرار داخلنا
أما المسؤولية تعود على القيادة وعلى الأمين العام الحزب الجمهوري اللي هو أنا، وبالتالي أنا أمام المكتب السياسي وأمام اللجنة المركزية أعلنت تحملي لهذه المسؤولية كاملة، ووضعت تحت تصرف قيادة الحزب وإطاراته التقييم أن يكون مفتوحا ودون حدود، وأن ستفتح باب الأمانة بأداء الأمين العام قبل غير بناء المؤسسة. هل سيفتح باب الأمانة العامة لغير عصام الشابي؟ أنا آمل ذلك، ولما لا، حزبنا فيه طاقات ولابد أن يكون هناك شباب. القضية مش هو التغيير من أجل التغيير، أنا مستعد وأسعى إلى ذلك أن نكون في الحزب حزب جمهوري، حزب استمر، حزب عريق، وحزب طلعت على قياداته أسماء كبيرة، الأستاذ نجيب مؤسس الحزب، المرحومة وزعيم الحزب مي الجريبي، اليوم نالني أن الشرف أن أكون الأمين العام الثالث لهذا الحزب. يعني لا يتوقف على الأسماء، المهم أننا هو حزب نقدم. حتى تاريخيا كان أسماء كبار، لكن يظهر لي المشكلة أنه نفس الأسماء بقات لمدة طويلة. هذا لا لمدة طويلة مقارنة كيفية مدة طويلة. لا سيد نجيب الشابي بقي. لا مش أقول لك سمحني قصيت علي أنه مدة طويلة مقارنة بشكون مثلا بحزب حركة النهضة، ملي تأسست عندها أمين عام واحد، بس حزب العمال ملي تأسس عنده أمين عام واحد. الحزب الجمهوري أول حزب أدخل التغيير على قياداته والتداول على المسؤولية في 2006 الأستاذ نجيب، رغم أنه حتى واحد اللي طرح وقتها التداول على المسؤولية، هو من تلقى نفسه وتحت ظل الاستبداد قال حان الوقت لكي تتولى قيادة أخرى المسؤولية الأولى في الحزب، وتقدمت مي جريبي رحمه الله وتحملت المسؤولية وأبلت البلاء الحسن في مقارعة الاستبداد في قيادة أقوى حزب واجه نظام بن علي في تلك الفترة، وكانت في الصفوف الأمامية للثورة يوم سقوط الطاغية، واستمرت قيادتها إلى أن جاء المؤتمر السابع. مي جريبي توليت الأمانة العامة لدورتين فقط، عرضنا عليها أن تبقى رئيسة للحزب لأن النظام الداخلي يمنع أنه الأمين العام يكون عنده 3 دورات متتالية، فهي رفضت أن تتولى أي موقع من باب إقرار أو أن التداول يصبح تقليد في الحزب بتاعنا، وإحنا اليوم تداولنا عليه، وأنا اليوم الأمين العام الثالث للحزب الجمهوري، وهي من الأحزاب القليلة اللي صار في هذا التداول. وبالتالي الانطباع أنه مناضلين قدم، مناضلين وتحملوا مسؤوليتهم منذ نعومة ظفرهم وواجهوا الاستبداد وناضلوا في صف الحركة الديمقراطية، وكان عطائهم غير محدود لتونس. من هذه الأسماء مش هذه برك، عبد اللطيف الهرماسي، موجي اللوز، رشيد خشانة، أسماء يعني تاريخية الحزب، خلاف الطاقات الجديدة، ويساب الصغير، نور الدين سعيد، يعني أسماء طاقات دخلت الحزب، فما تحملنا المسؤولية، ونحن عازمون على أن نكون المؤتمر هو محطة ديمقراطية للتداول على المسؤوليات. نحن لا نخاف من التداول، بل نعتبروه علامة صحية للأحزاب الديمقراطية. الحزب الجمهوري كما قلت أنت خموا في المستقبل، لكن يظهر لي صعب أنه التعامل مع الوضع السياسي من خارج البرلمان، المعارضة من خارج البرلمان تجربة صعبة اليوم على الحزب الجمهوري. صحيح، المعارضة من خارج البرلمان أصعب، لأن البرلمان يعطيك موقع داخل المؤسسات التمثيلية، موقع متقدم داخل مؤسسات الدولة، مش يكون مؤثر وصوتك مسموع أكثر. لكن الديمقراطية وإن كان محورها هو البرلمان الحياة السياسية، لكنها لا تقتصر على البرلمان، وبالتالي الحزب الجمهوري والأحزاب اللي تفقد مقاعدها البرلمانية وتخسر الانتخابات هي يجب أن تستعد، وهذا هي مزية الديمقراطية، اللي يخسر الانتخابات يحضر روحه للانتخابات اللي بعدها، مش يحكم عليه بالإعدام ويغادر الحياة السياسية، وبالتالي وعنده فرصة للتدارك ولتطوير خطابه ولتحسين الموقع بتاعه. وبالتالي احنا حزب مانيش من الأحزاب اللي صبت بها المطر الأخرانية، تعدينا بكل الظروف والحقبات والعقبات، والحمد لله استطعنا أن نتأقلم. المرة هذه لم ننجح في أن يكون عنا المكانة التي نعتقد أننا نستحقها في المؤسسة التمثيلية للدولة، ولكن احنا عازمون على أن نستمر في أداء دورنا، وأن الديمقراطية تحرمنا من أن نكون في البرلمان، لكن الديمقراطية والدستور ودورنا الوطني يعطينا واجب الاضطلاع بدورنا وتأطير المواطنين وإبداء رأينا في الشأن العام والتأثير حتى من خارج قبة البرلمان في الحياة السياسية. شفنا اليوم دعوات إلى توحيد العائلة الوسطية، القوى المدنية في تونس، أين هو الحزب الجمهوري من كل هذه الدعوات، خاصة أنه دعوة إلى إرساء زوز أقطاب في تونس، نشوفه قطب صاعد لكن جمود على مستوى العائلة الوسطية.
والله خليني نكلم من موقع الحزب اللي يجرب أكثر من غيره التحالفات والتقارب مع ما يسمى بالعائلة الوسطية، وأعتقد أن قدمنا كل ما لدينا من تنازلات واستعدادات ويدينا كانت ممدودة من أجل بناء هذا القطب. خليني أقول لك اليوم بعد التجارب هذه، أعتقد أن أكبر وهم في البلاد هي العائلة الوسطية. بما معنى؟ لا وجود لعائلة وسطية. في العائلة الوسطية ما تجتمع وما تتلم إلا حول حزب قوي، حزب وسطي ديمقراطي قوي. وبالتالي العائلة الوسطية اليوم هي مشتتة وهي مختلفة، ولا يكفي أن تحدد موقعها في الوسط حتى تكون متقاربة، هناك خلافات عميقة بين مكونات ما يسمى بالعائلة الوسطية، وبالتالي على الأحزاب هذه أن تثبت جدارتها بالتموقف على الحياة السياسية وأن يكون عندها دور وطني. عندما يبرز حزب وسطي كبير قوي وقتها ممكن أن ينفتح ويرتقي مع باقي المكونات إذا كان فما تقاطعات موضوعية. في الإطار هذا كان عندكم مواقف مختلفة مع جملة من القوى الوسطية في تونس، مثلا كان الموقف من الانقلاب في مصر أو ما اعتبرته انقلاب في مصر، يعني كان مختلف مع عديد القوى الوسطية. هذا كان يقول لك أكبر وهم هو أنه فما عائلة وسطية في الوسطية، منين تبدأ وين توفى؟ وسطية بارابوراكوا، يعني بالنسبة لشكون في السياسة؟ هو أعطيني خطك السياسي، فكرك السياسي، تموقعك، مواقفك، تقولك نلتقي وإلا لا. فعلا احنا مشينا والجمهور يقع حتى في الخطأ ذي، وشاع بين التونسيين والنخبة أن العائلة الوسطية والديمقراطية عائلة كبيرة ومشتتة، ويكفي أن تلتقي وهي عملية جمع عددي لناس تدعي الوسطية أو الديمقراطية، بينما هي كما قلت مواقف كبيرة. مثلا أنا لا أعتبر لا ديمقراطي ولا وسطي اللي يقبل أن تجهز ثورة ديمقراطية في مصر، وإن أفرزت الإخوان المسلمين لكن أفرزتهم عن طريق الانتخاب في الحكم. احنا كنا أول حزب في تونس ندد بالانقلاب، كنا هذا انقلاب على الهواء، العسكر في مصر يجهز ثورة أراق الدماء، وإلى اليوم مصر هي ضحية هذا الانقلاب. يعني بعد كل هذه السنوات الحزب الجمهوري اكتشف أنه وهم العائلة الوسطية يعني صراحة، يعني أحب يقوله توم بعد، يعني رغم الاختلافات لكن كنتوا تتحالفوا بعد هذه الهزات والانكسارات والهزائم، ما عادش احنا مستعدين الى اننا نبني حول الاوهام. خلينا نتحدث بالواقع. لابد ان تتحدد السياسات والتموقع والرؤيه، ورؤيتنا لتونس كيف نراها الان وفي المستقبل على قاعده الاتفاق، سميها وسطيه، تقدميه، ديمقراطيه، سمي ما شئت، المهم ان يكون المضمون. احنا تلهينا بالعناوين وسيبنا المضامين، وهذا هو الخطا نتاع العائله الديمقراطيه هذه وما يسمى بالوسطيه. بينها خلافات وربما فيها اكثر على الاقل ثلاثه او اربعه مدارس او اتجاهات فكريه مختلفه. اليوم بقراركم الابتعاد هنا عن هذه التحالفات، لم نقرر الابتعاد على تحالفات غير موجوده، حبيت تقول لك وهم، يعني فما حتى تحالفات. نفكر في مستقبل الحزب الجمهوري اللي باش يكون يعمل على تقويه الحزب دون هذه التحالفات. اليوم في دورتكم العاديه الاخيره كنتوا تحدثتم ايضا على مسار تشكيل الحكومه، الحبيب الجملي ومشاورات لتشكيل الحكومة. اليوم كحزب الجمهوري كيف ترون هذه المشاورات، خاصة أنها فشلت من جديد في الإعلان عن تشكيلة حكومية انتظرها التونسيون طويلة؟ فعلا نحن نأسف لهذا الإعلان، لأنه عنوان دخول بلادنا في منعرج فيه تعقيدات أكبر من اللي كانت في السابق. احنا مهتمين بمسار تشكيل الحكومة رغم اللي منش البرلمان، وسي الحبيب الجملي فضل بدعوتنا للتشاور، وهذا ما اعتبروه البعض أنه اليوم الحزب الجمهوري غير ممثل وتم دعوته في مقابل أحزاب أخرى، شفنا أنه ما صارش اللقاء معه. احنا بالنسبة لنا اعتبرنا دعوة رئيس حكومة المكلف لينا هي من باب الانفتاح على كل الأراء والاستماع، وهي خصلة إيجابية يتمتع بها السي الحبيب الجملي. ما عيطناش من أجل التصويت لي في البرلمان، يعني يعرف حقيقة الوضع بتاعنا البرلماني، لكن عيط الحزب، عنده وجهة نظر، عنده رؤية لواقع تونس، عنده رؤية للملفات، واستمع لينا واستمعنا لي، أعطيناه ما نعتقد أنه ضروري اليوم لتونس حتى تكون الحكومة دي حكومة نجاحات
تقطع مع الإخفاقات السابقة. هنا اللي رأوا احنا نتمنى ان تكون حكومتك اذا رأت النور حكومة عهدة نيابية كاملة، مش حكومة تتعدي قانون المالية وتلم أغلبية نيابية وتنال ثقة البرلمان دون ان تنال ثقة التونسيين، ليونس تعطي قدال خريطة الطريق للخروج من المديونية المفرطة اللي تورطت فيها بلادنا، لإصلاح المؤسسات العمومية، لإصلاح قطاع النقل والصحة والتعليم، لمحاربة الفساد. أعطينا رأينا المتواضع تقريبا بعد اللقاء ذاك تقريبا، لكن أنا أعتبر أنه أحزاب أخرى اللي موجودة بثقل في البرلمان هي المعنية بالمفاوضات تقريبا بعد اللقاء هذاك مع الحبيب الجملي. تقريبا بعد اللقاء مع الحبيب الجملي اعتبرت أنه السيد ملم بالتحديات الاقتصادية والصعوبات وعقد العزم على تخطيها وتكوين الحكومة، وشفت أنه وسع المشاورات. اليوم هل ما زلت على نفس الرأي يعني؟ لا، أنه هو ملم هذا رأيي لم يتغير، لأنه قعدت معه واستمعت له، ملم بكل التحديات وعنده صورة واضحة على المشهد السياسي وعلى التحديات، وكان عازما على تخطي الصعوبات هذه. أن ينجح ولا لا، هذا هو المشكلة. احنا قلنا له نتمنى له النجاح، لأنه كما قلت أنت بلادنا في حاجة إلى حكومة. تو احنا في حكومة تصريف أعمال، نصف الوزراء بتاعها غادر، وأغلهم آخرهم وزير التعليم العالي غادر إلى موقع في مؤسسة فرانكوفونية وخلى البلاد معناها يعني مش ممكن بلادنا تبقى في الوضع الاقتصادي الصعب. حكومة تصريف الأعمال قلت تصريف الأعمال ما يقوم حتى شيء تقريبا بالنيابة، بالنيابة أمور معطلة، وإحنا في حاجة إلى حكومة، ولكن مش أي حكومة، حكومة تكون متناغمة مع تطلعات التونسيين. التونس هي وقت اللي مشاو الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية كانت عندهم رسالة في أنهم يستعيدوا الدولة إلى صفوفهم، أنه يستعيدوا مطالبهم للثورة قامت من أجلها، أنهم يحقوا الكرامة للتونسيين، أن تكون معتزين بالانتماء للوطن، أن تكون هناك تنمية جهوية حقيقية، أن الدولة ترجع إلى صفوف المواطنين. ما يلزمش حكومة تكون في واد آخر غير الرسالة هذه. أنا لا أرى اليوم مثلا حكومة تونس من أول اهتماماتهم والرسالة الأولى أنهم كانوا ضد الفساد، يعتبروا أن الفساد هو الداء الأكبر اللي انخر الدولة التونسية واللي يهدد مستقبلها. اليوم مهما كانت الظروف لا يمكن أن نبرر لحكومة تشارك فيها أطراف تحوم حولها شبهات الفساد، وقولوا هذه الحكومة ولا هناش كل معنى بشبهات الفساد. اليوم الحزب الجمهوري من يعتبر هذه الأطراف، خاصة أنه أنتم تعتبرتوا فقط سعي عصام اعتبرتوا أنه مسار تشكيل الحكومة تعترضوا صعوبات من بينها المناخ السياسي والفوضى والعربدة اللي تعيشها تونس يعني. طبعا احنا رينا مثلا المناخ الصعب هذه العربدة كلمة استعملتها للأداء في توصيف الحزب الحر، لتوصيف أداء نواب ورئيس الحزب الحر الدستوري التونسي يوم افتتاح البرلمان، أن ترفض أداء اليمين أمام رئيس الأخوان في تونس، وأنها بعد استمرت في غيها وترفض أن ينصبها رئيس البرلمان كرئيس للجنة، وكم استأتوا من أن سراج الغنوشي يعني استجاب لهالعربدة هذية وكلف النائب متاعه بتنصيبها. يعني حقيقة هذا لا يبشر بخير في أدائه وفي تحمل مسؤولياته. هل تمشي في الخط اللي يعتبروه أنه ترذيل للعملية الديمقراطية، سعي وحتى أجندات خارجية تحكي اليوم حتى على أجندات أجنبية؟ لا ثم شوف، الناس هذية كتلة الحزب الدستوري الحر هي كتلة ترمز للنظام القديم للاستبداد والديكتاتورية، تمجد حقبة الفساد والاستبداد، وهي معادية للديمقراطية، لا تعترف لا بالثورة ولا بدستورها. التوانس اعطوها أصواتهم باش تتواجد في البرلمان بالحجم اللي عليه اليوم. احنا ننحني أمام إرادة التونسيين، أما نقول هؤلاء وهؤلاء النواب هذوما يحبوا يصيبوا الديمقراطية في مقتل من داخل قلعة الديمقراطية اللي هي المؤسسة البرلمانية، يحبوا يشلوا العملية الديمقراطية ويحبطوا الانتقال الديمقراطي. وهنا وين نجي خطر هالمجموعات، ولا بد لكل الكتل الأخرى اللي هي عندها انتصار للانتقال الديمقراطي والقيم الثورة التونسية أنهم يحبطوا هالمسعى هذايا رغم الخلافات اللي بينهم. نرجع منين بدينا، تحدثنا عن إسناد الحكومة، ما اعتبرتوا إسناد الحكومة من أحزاب مشبوهة أو موصومة بالفساد؟ يعني شوف، في بلاد نحن وصلنا عملنا الانتخابات الأخرى في ما تصير في حتى بلاد انتخابات قدموا لها الانتخابات الرئاسية، الناس ترشحوا وهم محل تتبع من القضاء بشبهة تبييض أموال، بشبهة تهرب جمعي. كيفيه بلاد تسمح أنه يعتلي أعلى هرم السلطة إنسان محل تتبع قضائي في جرائم تبييض أموال؟ هذا مقبول؟ هذه الديمقراطية؟
مش ديمقراطية، هذا هلاك الديمقراطية. أنا أقول لك سيد سليمان الرياحي مثلا اللي كان متقدم وكان مشارك في الحاكم وعنده حزب وترشح الانتخابات، اليوم محكوم عليه ب 11 سنة حبس من طرف القضاء التونسي. يعني كان تتخيل لحظة أنه هذاك يكون رئيس لتونس. لكن الوضعية على الجانب الآخر، مثلا نبيل القروي يتهم الأطراف السياسية باستعمال القضاء لضربه. فماشي، احنا عندنا قضاء، عندنا ثقة في القضاء. سيد نبيل القروي كيف وكيف التونسي الكل عنده الحق في المحاكمة العادلة وتمتع بكل وسائل الدفاع والقضاء اللي يصيبه، لكنه مازال محل تتبع. فما بخلاف شبهات اللي تبع في القضاء، احنا الحزب اللي كونه سيد نبيل القروي حزب قلب تونس نعتبروه حزب تكون في تحايل على القانون التونسي. انتقل من جمعية خليل تونس ويرحم خليل وتوزيع الإعانات اللي هي ممنوعة على الأحزاب وعمل القاعدة الشعبية بالاستثمار في فقر ومآسي التونسيين اللي هي ممنوعة، يمتلك قناة تلفزية تعمل له في الدعاية ليلة نهارا قبل الانتخابات بشهرين، قال إن أسس حزب ندخل للمناسبة. هذا وين تكافؤ الفرص؟ يعني هذا تحايل على القانون. تونس هو من تعتبره موصوما بالفساد؟ هذا قياداته عنده محل تتبع، هذا مش أنا نوصي. يعني اليوم تنبه من إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس. أنا نعتبره حزب جاء على غير الصيغ اللي تنظم الحياة السياسية في تونس، واستغل واستثمر في فقر وبؤس التونسيين، ووظف قناة تلفزية للوصول لهذا. أنا نعتبر هذا مش مدخل للديمقراطية، ونعتبر خطر على الديمقراطية. اليوم خلنا نلخصها، هل أنه اليوم الحزب الجمهوري يقول راهو أنه حذر من حكومة تسندها كتل نيابية وأحزاب موصومة بالفساد حتى في تعالى توفير الاستقرار، هل المقصود هو التحالف مع قلب تونس؟ هذا خليني أقول لك بالوضوح، أنا آسف اللي وصل المأزق اللي وصلته المشاورات الحكومية وتعثر تكوين حكومة من حركة النهضة والتيار والشعب وتحية تونس. نعتبروه هذايا باش يعقد الأمور على الرئيس المكلف، ربما يخلينا نوصل ربما إلى المرحلة الثانية من الدستور أنه رئيس الجمهورية يكلف الشخصية الأقدر على تكوين حكومة أو حتى للذهاب للانتخابات مبكرة. أما كل هذه السيناريوهات بالنسبة لي أهون ولا تبرر مثلا لجوء النهضة للتحالف مع حزب قلب تونس لتكوين حكومة، لأني لا أعتبر وأن هذه الحكومة هي التونس اللي تنظر فيها أو تكون قادرة على الإصلاحات وعلى التقدم. اليوم حركة النهضة تقول أنها تجد نفسها مضطرة للذهاب إلى قلب تونس في ظل الشروط التعجيزية للتيار الديمقراطي وحركة الشعب تقريبا. شوف، ما فماش واحد مضطر في السياسة. أنك أنت فما خيار، أولا أنت شو خيارك، شو النهج السياسي، كيف ترى الحكومة. وقت اللي بعض الأطراف قالوا أعطينا الهوية السياسية لهذه الحكومة، مش أنا نحاول كون الحكومة على كارت، نحاول معك ما فماش ناخو مع الآخر وإن كان لا يستجيب للتوجهات أو الأهداف السياسية. أنا عندي حكومة نحب نوصل إلى تحقيق أهداف ينتظر فيها التونسيين، حددها ثم المكونات اللي تتفاوض معها يلزمها تكون تنخرط في هذا النهج. نعطيك مثال، أنه تصير انتخابات في فرنسا ويجي الحزب الاشتراكي الفرنسي باش يكون حكومة، يعني مفاوضات مع حزب الخضر ويفشل في تكوين حكومة، يقول اضطروني حزب الخضر إلى أن أتحالف مع حزب لوبان أقصى اليمين المتطرف. تصير هذه مستحيل، لا يعملها، لا لوبان يقبلها، لا الحزب الاشتراكي يعملها، لا الفرنسيين يقبلها، لا الديمقراطية تقبلها. هل ترى أنت إن حركت المفروض أنك في كل الأحوال تحكم، يجب تحكم مش غاية في حد ذاتها. هل ترى أن حركة النهضة غير مضطرة؟ يعني اليوم أنت ترى أن حركة النهضة غير مضطرة، فما شكون يقول أنه حركة النهضة من الأول تحب تحكم مع قلب تونس وتحب تهرب القلب تونس منذ البداية؟ ربما ثقة من أن نقول العنصر اللي فجر التحالف الممكن بين التيار والشعب والنهضة وتحية تونس ونعدم الثقة. كيفش ما ثقة؟ كانوا يتفاوضوا وتقدموا، أنا عندي علم أنهم تقدموا كثيرا في الحقائب الوزارية وتحصلوا على أغلب الناس كل ما طلبوه، ولكن الثقة لم تكن موجودة. بناء الثقة حقهم بدأوا به، حقهم بدأوا ببناء الأرضية السياسية للحكومة وأهدافها وبناء ثقة فيما بين. وأنا أعتقد أن حركة النهضة لم تكن، أنا مش ناطق باسمها قراءتي، ما هي عندهاش ثقة كبيرة في استقرار حكومة تكون من مكوناتها التيار وحركة الشعب. يعني ستكون هذا الاستقرار بينما ربما موجود مع أنا لا أتمنى أن تكون الحكومة الأخرى عنوان استقرارها هي الملفات، أنه نمسك على بعض الملفات، وبالتالي هذا اللي يخلينا يعني الاستقرار يجب يكون. هذا ما أشاروا البعض أنه حكومة بين النهضة وقلب تونس ستكون حكومة ملفات وحماية، وهذه تونس مش كون هي الضحية الأولى.
وهذا ما لا نتمناه. رأيك كي تصير انتخابات في أي دولة بفي تفتح على فرق جديدة وتعطي أريحية وتعطي ثقة في المستقبل. اليوم الانتخابات اللي هل تحمل النهضة المسؤولية السياسية؟ لا لا كل وقت أبو غالي نحب من النهضة المسؤولية السياسية. النهضة جاءت الحزب الأول سعات إلى تكوين ائتلاف أنا أعتبره الأقل سوء ربما بالمعطيات الحالية هو الأفضل لتكوين حكومة، لم تنجح. أنا من يشترف في المفاوضات حتى أقول لك من المتسبب في إفشال المفاوضات هذه، أما هذا لا يبرر إطلاقا إمكانية لجوء النهضة إلى قلب تونس لتكوين حكومة وقتها الولي يحمل النهضة المسؤولية. سعيد في دقيقتين وما زالوا، لأنه باش نحكيوا على خطاب رئيس الجمهورية، تحدثتم على خطورة الهجمة التي استهدف الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا. طبعا احنا استنكرنا الهجمة ذي ونعتبرها هجمة خطيرة وتستهدف أحد أركان الاستقرار في بلادنا. الاتحاد مش حزب، لكن الاتحاد عنده خصوصية في البلاد هذه، هو ركن يأوى إليه كل التونسيين وعنصر بتاع استقرار في كل الأزمات والمراحل الدقيقة. تونس وش الأحزاب مهما كانت القاتل الاتحاد إلى جانبها الأطراف. أنا قلت وهي اليوم ممكن فما احتمال حتى أن تشارك في الحكومة، ائتلاف الكرام. لا يقولوا ما مش مقصود، لأن هم يعلنوا في ذلك، يعتبروا الحرب على الفساد هي محاربة بؤر الفساد في الاتحاد، يعتبروا الاتحاد بؤر الفساد. وهذا خاطئ، وهذا خاطئ طبعا. أنا مش أقولك فما ربما بعض منخرطين في الاتحاد وبعض نقابيين ربما تتعلق بهم بعض الشبهات، أما مش الاتحاد كمنظمة وطنية عريقة هي تقاوم في الفساد وقاومت وانتصرت إلى جانب التونسيين في معركتهم ضد الاستبداد والفساد، هي معركة لإضعاف الاتحاد. هؤلاء مع الأسف عندهم معركة حاولوا يخوضوها ضد الاتحاد في 2012 عن طريق لجان حماية الثورة اللي كانت تسمى وقتها والاعتداء على مقر الاتحاد. اليوم يحاولوا يقولوا اتحاد الخراب، يعتبروه اتحاد الخراب قطع نظر على الفساد، وإحنا نعتبروه اتحاد الاستقرار في البلاد. لا يمكن لحكومة ولا يمكن للبلاد أن تخطو خطوات نحو النماء والازدهار والاستقرار دون أن يكون الاتحاد قوي متعافى. اتحاد العمال، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاح، المنظمات الوطنية الكبرى اللي كانت عندها إسهامات في استقرار البلاد وتطورها، اللي يجي اليوم وهو حتى الموقع نيابي ويعتبر العدو والخصم ومتاعه الاتحاد وقولوا له راك تحب تضعف تونس عبر إضعاف الاتحاد. به ما هكذا تورد الإبل يا سعيد. خطاب الرئيس قيس سعيد كان أثار غضب كبير من بعض السياسيين أو ردود فعل، وانت كتبت في الإطار هذا ما هكذا تورد الإبل. شوف أنا رئيس قيس سعيد سندناه حزب الجمهوري في الدورة الثانية بكل ما نملك من قوة مهما كانت، واعتبرنا أنه هو الخيار الذي يمنع الجمهورية الثانية ويمنع تونس ودستورها. والحمد لله الشعب التونسي في شبه مبايعة صوت وكان تصويته عن وعي وقرار ارتحنا له بانتخاب قيس سعيد رئيس الجمهورية، وحملوه أمال كبيرة تواسع. ما هي الرسالة التي في دقيقتين؟ احنا نحمله اكثر مما يحتمل، وقلنا احنا ضد الهجومات اللي تعرض لها رئيس الجمهورية، لان فما البعض يريد ان يضعف دور رئيس قيس سعيد ويعتبر ان قيس سعيد جاي من خارج المنظومة اللي حكمت البلاد والدولة على المسؤولية فيها. احنا نقوله خليه له الوقت حتى يكون فريقه وحتى يتوجه للتونسيين بما لديه من قوة سياسية وموقع في الدولة لدفع الاصلاحات الى الامام. الزيارة بتاعه سيدي بوزيد وإن ثمنته لأن الدولة غائبة يوم 17 ديسمبر الدولة غابت على سيدي بوزيد منبع الثورة التونسية، فما رمزية كبيرة. أنا استحسن زيارة سيدي بوزيد وأعلنوا أن يوم 17 ديسمبر هو يوم وطني للثورة في تونس، لكن الطريقة في والمضمون الخطاب ريت أن رئيس الجمهورية بعد شهرين من توليه المنصب بتاعه وانتهاء الحملة الانتخابية كان عليه، نقول بكل تواضع ما عنديش حتى لا معناها ما عنديش من وجه من دروس حتى حد وخاصة رئيس الجمهورية، أما كنت أنتظر أن يكون الخطاب متاعه أكثر منهجية وبأريحية أكبر ولو كان في موطن الثورة ويوم ذكرى الثورة، وأن يكون عنده حامل رسائل. الرسائل اللي قريتوها في الخطاب هذا شنو الرسائل اللي قريتوها؟ هو انحيازه للثورة والحياز للشعب والفئات المهمة شعب التونسيين، وهذا مهم، لكن أعتبر ذلك غير كافي إذا كان ما يكونش فيه رؤية وخريطة طريق
يدفع بها رئيس الجمهورية من موقع البلاد نحو الطريق الصحيح. حديثه عن وجود لوبيات ووجود فساد كبير ووجود. أنا مثلاً الرئيس اليوم مثلاً فقط سؤال اليوم التونسيين يستناو رئيس يحكي لهم على الفساد أم رئيس يحاول المحاربة؟ أنا التونسيين يستناو رئيس يحكي لهم على الفساد ولكن لا يكتفي بالحديث عليه، أن يشير بإصبعه إلى مواطن الفساد ومواطن الداء وأن يحارب الفساد أينما كان. ايضا في الخطاب تاع سيدي بوزيد لرئيس الجمهوريه انه يعتبر يوم 17 ديسمبر هو يوم انطلاق الثوره، نعم احب من حب وكره من كره، اما يعتبر يوم 14 جانفي هو يوم اجهاض الثوره، انا اختلف معه، هو يوم انتصار لاراده التونسيين، انتصار للثوره التونسيه، وهذا توج نضالات وتضحيه للتونسيين بعد المسار تعثر الناس اللي حكمت لم يكن ادائها يتوافق وتطلع التوسيد موضوع آخر، أما 14 جانفي يوم هو يوم انتصار ثورة وهو يوم وطني ورئيس الجمهورية، ما يلزمش أنه يوم 14 جانفي باش يكون على رأس المحتفلين بيوم انتصار ثورة مش بيوم جهاز الثورة، مش باش يقاطع احتفالات 14 جانفي، ريت ربما الحماسة خلاته يخرج على الإطار الحدود رئيس الجمهورية كي يتوجه به للتونسي. شكرا لك السيد عصام الشابي الامين العام والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، مشكور على الحضور. شكرا لك ديما على الاستضافه. بارك الله. متابعينا الكرام، مازلنا مواصلين برنامج اليوم بعد فاصل قصير، نعود للحديث عن حركه الشعب وقرارها عدم المشاركه في الحكومه، لنعود بعد قليل.